كتير، بس خلينا نروح للزميل كريم احمل من ارض الملعب ونعرف الاجواء ايه والماتش التالت والرابع اخباره ايه شغال دلوقتي. مرحبا بيك يا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك طبعا ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، متواجدين بالتاكيد في استاد القاهره ونهائي كره السله سيدات الاهلي والجزيره، وهي منطقه القاهره ان شاء الله باذن الله الثلاثيه تكتمل باذن الله لفريق النادي الاهلي. احنا عارفين يا كابتن هيثم طبعا ان النادي الاهلي حاصل على دوري المرتبط ودوري السوبر، ان شاء الله باذن الله بطوله المنطقه تكون الثلاثيه مع الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الاهلي. في اللحظات اللي بنكلمك فيها يا كابتن هيثم دلوقتي يمكن مباراه الثالث والرابع شغاله دلوقتي، يعني نقدر نقول خلاص الكوارتر الاول والثاني خلصوا، بنبدا الكوارتر الثالث. متقدم نادي هليوبلس 34-33، مباراه جيم قوي جدا وجيد جدا طبعا على صاله 3 هنا باستاد القاهره، لكن كلنا في انتظار طبعا كبير جدا لهذه المباراه، مباراه الاهلي والجزيره. استعدادات كانت على قدم وساق بالنسبه لي الكابتن علي هاشم وبطلات النادي الاهلي، فريق الجزيره ايضا كمان فريق مميز جدا، هنشوف النهارده جيم قوي جدا بالنسبه لي الفريقين، لكن باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه يحقق فوز كعادته ان شاء الله وكعاده كل لاعبات النادي الاهلي. منتظرين ايضا كمان يا كابتن هيثم يعني وجود بقى مجلس اداره الاتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجد ابو فريخه، هنشوف النهارده مين هيكون متواجد من اعضاء مجلس الاداره، وايضا كمان على الجانب الاخر اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اكيد هيكونوا متواجدين النهارده لدعم ومسانده فريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للاستعدادات، لكن يتبقى بقى باذن الله توفيق مع لاعبات النادي الاهلي اللي عندهم طموح وعندهم يعني اصرار كبير جدا ان شاء الله النهارده ان تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. اكيد كالعاده طبعا يا كابتن هيثم ومع كابتن الكبار في الاستوديو التحليلي طبعا كابتن اسلام علي وكابتن علياء محمود هنكون مستمرين معاكم لحظه بلحظه، بننقل كل الاجواء والكواليس ونقل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه الاهلي والجزيره من خلالك ان شاء الله يا رب باذن الله كل الدعوات بالتوفيق لفريق النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن هيثم لو في استفسارات اتفضل يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا، يعني الحقيقه زي ما احنا شايفين الثالث والرابع شغال. طب كريم قول لي يمكن اللاعبات وصلوا لارض الملعب ولا لسه برضه حاجه تهمنا؟ يعني احنا شايفين في الخلفيه لاعبات النادي الاهلي، هل كلهم وصلوا موجودين؟ هل نادي الجزيره ايضا وصل ارض الملعب ولا لسه؟ بالتاكيد يا كابتن هيثم يعني كلا الفريقين متواجدين من اكثر من ساعه ونصف، يعني بيتواجدوا طبعا وبيشاهدوا هذه المباراه سواء لاعبات النادي الاهلي وايضا كمان لاعبات نادي الجزيره، لكن بنتمنى بقى الجيم ما يطولش شويه لان عايزين نشوف الجيم القوي جدا بين الاهلي والجزيره، لكن باكد لك اللاعبات متواجدين من اكثر من ساعه ونصف، متواجدين داخل صاله 3 اللي هتستقبل مباراه النهائي نهائي منطقه القاهره بين النادي الاهلي والجزيره. ان شاء الله باذن الله كل الظروف والعوامل والمناخ والطقس وكل حاجه ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. طب كريم قول لي الثالث والرابع احنا في الشوط الكام دلوقتي؟ يعني عشان نقدر بالتقريب نعرف يعني المباراه هتبتدي كام او مباراتنا هتبتدي كام ان شاء الله. يعني احنا في الكوارتر الثالث يا كابتن هيثم، يعني لسه الكوارتر الثالث بقاله دقيقه او دقيقه ونص لسه بادئ، يعني ان شاء الله باذن الله بقى ما يطولش عن كده. هو الجيم يمكن جيم سريع زي ما احنا شايفين طبعا او يمكن كنا متابعينه من خلال اول ما تواجدنا طبعا، يمكن المباراه انطلقت الساعه 4 عصرا، الجيم سريع ان شاء الله باذن الله يعني الساعه 6 ما تيجي باذن الله يكون المباراه انتهت ويكون لعيبه النادي الاهلي ولعيبه لاعبات نادي الجزيره بيسخنوا باذن الله، المباراه ما تعديش بعد الساعه 6 ان شاء الله باذن الله. طب كريم انا شايف ان في بعض الحضور، هل الحضور ده جماهير ولا الحضور ده يعني عائلات واسر اللاعبات؟ يعني الحضور اللي موجود في الصاله يعني انت تصنفه ازاي؟ الحقيقه طبعا يعني يمكن مؤازره مهمه جدا، لكن كلها اولياء الامور طبعا واسره كره السله. انت عارف طبعا يا كابتن هيثم انت كنت احد النجوم، انت عارف السيدات بالتحديد او البنات بالتحديد يعني بيحتاجوا المساعده والمسانده الكبيره من اولياء الامور. انت يمكن قرار طبعا معروف ان المباريات بدون جمهور، لكن تواجد مكثف شويه لنادي هليوبلس اللي يمكن عامل جيم كويس جدا واولياء الامور متواجده ومحبي كره السله، لكن بنتمنى بقى الفتره اللي جايه باذن الله مع الموسم الجديد والسيزون الجديد يكون في بقى بعض من الجماهير سواء للنادي الاهلي او اي فريق، لكن انت عارف جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه طابع خاص. النهارده المباراه لو كان فيها عدد قليل من جمهور النادي الاهلي الامر كان هيكون مختلف بشكل كبير، بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل، واتحاد كره السله باذن الله خلال المرحله القادمه يجد حلول بسيطه جدا يكون في عدد من الجماهير بتتواجد في مباريات كره السله. طب كريم هل انت شفت حد طبعا من منطقه القاهره موجود؟ هل من مجلس الاداره؟ هل شفت حد من اتحاد السله؟ يعني كلمني عن يعني كبار المسؤولين في الانديه، هل في حد فعلا بدا يبقى موجود سواء الاتحاد او المنطقه او من الناديين ولا لسه ما فيش حد وصل؟
يمكن حتى هذه اللحظه كابتن هيثم احنا منتظرين طبعا يعني كنت لسه بقول لك من اللحظات منتظرين يكون متواجد الدكتور مجد ابو فريقه رئيس الاتحاد، المهندس محمد عبد المطلب نائب الرئيس، او ايضا كمان عدد من اعضاء مجلس الاداره. يمكن اللي لفت نظري بس النهارده من لحظات بسيطه جدا هي الكابتن رحاب الغنام طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، يمكن كانت اول الحاضرين. كمان متواجد الدكتور ياسر نصير نائب رئيس النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. منتظرين بقى ان شاء الله زي ما باكد لك يعني حد من مجلس الاداره طبعا، وبالتاكيد يعني اللي على طول بيكون متواجد بشكل مستمر المعالي وزير العام الفاروق طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. لكن حتى هذه اللحظه اللي متواجد من مجلس اداره الاتحاد المصري هي الكابتن رحاب الغنام، لكن ان شاء الله خلال بقى اللحظات اللي جايه يتوافد بشكل كبير الاتحاد المصري بشكل كامل كاعضاء وكرئيس، وايضا كمان مجلس اداره النادي الاهلي يكون متواجد باذن الله. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وخليك معانا اكيد لو في جديد ان شاء الله هنطلع لك ونشوف اللقاءات معاك، اكيد هتجهز لنا حاجات كويسه. شكرا جزيلا كريم. يعني يمكن اسلام زي ما انت شايف المباراه ماشيه بوضع جيد، يمكن 10 دقائق من دقيقه او دقيقتين من الشوط الثالث، فمعنى كده ان احنا ان شاء الله رايحين على المباراه تقريبا هتبقى متاخره مش في معنى. الموضوع في السداد اختلف.